للمشاهدين متابعينا، شفتوا محللكم في البث المباشر بالضبط مدينة الدار البيضاء، كنت واجدوا في منطقة درب السلطان بالضبط درب العالية في مقطع مع المشاهدين الكرام قرب من حمام طاهري. يعني هنا رجال الأمن مشكورين يوقفوا واحد السيارة كانت جاهزة معها الأقراص المهلوسة، يعني هذا هو المكان فين حجزوا على هذه السيارة، هذا هو الحي، هذا هو الدرب. قبل قليل يعني ما كاملاش حتى نصف ساعة الآن باش تم النقل ديالها، يعني فرقات بيننا وبينهم دقائق قليلة ونقلوها، نقلوا السيارة بالأكمل ديالها هنايا بالقرب من حمام طاهري بالضبط درب العالية مدينة الدار البيضاء درب السلطان. يعني هذا هو الحي، هذا هو درب العالية. صراحة مشكورين رجال الأمن على المجهودات الجبارة اللي يقوموا بها صراحة ليل نهار من أجل إيقاف هاد المجرمين وإيقاف هاد المخالفين. فصراحة هاد الشيء كثر مؤخرا يعني ديال أقراص المهلوسة صراحة ولاو كيتسببوا في مشاكل كبيرة وكبيرة بزاف، خصوصا الشباب، يعني ولاو الشباب مدمنين على هاد الأقراص المهلوسة، يعني كياكلها كيعقش على راسو وكيرتكب شي فعل إجرامي. صراحة مشكورين رجال الأمن اللي بطلوا هذه المهمة، تم إيقاف ديال هذه السيارة، هذه سيارة رباعية درب العالية مدينة الدار البيضاء. يعني هذا هو الحي في الفقات، صراحة مشكورين رجال الأمن على المجهودات الجبارة يقوموا بها. يعني بالضبط تم الحجز عليها في هذا المكان، هذا هو المكان حمام الطاهري في هذه البلاصة. يعني صراحة مجهودات مبذولة من طرف رجال الأمن تابعين للمنطقة للفداء، صراحة مجهودات كبيرة كبيرة حتى وقفوا هذه السيارة هذه. يعني هذا هو الحي درب العالية مدينة الدار البيضاء درب السلطان. فكنتمنى أنهم الأشخاص هادو اللي عندهم يد في هذه القضية هذه أنهم ياخذوا عقوبة سجنية تكون صارمة تكون قاصحة، باش مبقاوش يروجوا مثل هاد الأشياء هادو اللي كيخليو الشباب أنهم يديروا شي أفعال إجرامية لخيبة. يعني إنسان كيف ما كنقولوا باللغة العربية أو بالدارجة، أن الإنسان ملي كيشقر قبرة ما كيبقاش عارف راسو شنو كيدير، يقدر والديه يقتله، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا المشاهدين الكرام غادي نودعكم على الأمل، نتلاقاوكم في بث مباشر آخر إن شاء الله، إلى اللقاء.